هل بات الحصار القاسي والتجويع عاملان طبيعياً لترهيب وترويع الشعوب؟ هل حبس نظام لأبناء بلدة وقرية وحرمانهم من المأكل والعيش هو أقل قسوة من القتل المعتمد من قبل الإرهاب؟ إن ما تشهده بلدة مضايا السورية لا يمكن أن نضعه إلا في خانة جريمة الحرب. الحل الوحيد في سوريا لا يكون إلا بزوال الطاغية وخروج كل أنواع المقاتلين والميليشيات من سوريا وعلى رأسهم حزب الله.